السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اسك اخبار تي في، وكذلك جي اسك اخبار التي دائما ما تاتيكم بالحصري والجديد وكل ما هو جديد على اخبار شبيبه القبائل حصريا. اليوم في جريده الكومبيتيسيون ماذا تكلموا عن اخر اخبار الشبيبه؟ قال لك منافسه شرسه بين المولوديه وشباب بلوزداد وشبيبه القبائل على صفقة أضراوي. من سينال صفقة أضراوي؟ هل ستكون شبيبة القبائل أم شباب بلوزداد أم المولودية؟ مولودية الجزائر طبعا. بن شيخة قال لك أنا بصدد دراسة عرضين اثنين، يعني قدموا له عرضين اثنين. بن شيخة قال لك سأقرر قبل يوم الأحد، يعني قبل يوم الأحد، ربما سيكون اليوم السبت اليوم يقرر إذا كان يروح مع شبيبة القبائل أو فريق آخر ليقدم له العرض. كذلك مدان قال لك العودة الكبيرة لشبيبة القبائل تخيف من يعني الكل، يعني الكل خائف من عودة شبيبة القبائل زعيم الأندية الجزائرية، ولو تفعلها الموسم القادم الكل يعني يحسب لها حسابا كبيرا. يعني عودة الزعيم إن شاء الله عن قريب ستكون. لايك على الفيديو، ونتمنى كذلك منكم أنتم كجمهور وأنصار شبيبة القبائل دائما تخليونا الآراء تكون في التعليقات، ودائما نقول لكم الحكم في التعليقات لأن تعليقاتكم صراحة يفيدون.